يتفكر في عظمة الله، في مخلوقات الله، يأخذ اسما اسمين من أسمائه الله الحسنى التي قرنهما الله في كتابه، حاول أن يرددها، يقرأها، يرددها، يحيا به قلبه. مثلا قول الله في الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لو ردد: إن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن 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 ربك لهو العزيز الرحيم. حتى ينكسر قلبه ويشعر بعظمة الاسمين، غالب الظن أنه لو دعي إلى معصية يقدر.